نبي محمد وحاولنا ليهي حبة السوداء دواء من كل داء حبسود أبو نبي قيري حنون كستو أدوية كجرع أيضا أدواء أبو نبي قولي إلا قيري موياني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت له خير إن شاء الله بدان بدي ما كان سودو هذا إن شاء الله عاوة وحن بودك لنا دي إيه بيدمو برامج كي عفماتك بريهن عن إيرها كنك إيه لكن أسبوع كستا أسكوتي لنا اللواء أما خل أن كسوك لنا إنت بما حسوك عن سائر النمامة ودن بي أرمها بلوشة منطقة ما يكون سابسان عدنك نقوي سيسك لكن هدنا دين منو لكي برامج كي أسانا عفماتك ها بلوشة وحتر قولوها هدي إيه بيدمو وحن دول استاقنا إن فائدة إلهي هاي يو قاوكا لسكوت بويو إن حبة السوداء سيرتنا إلى حبة السوداء قاوكا لسكوت بويو وأنا هاي حبة السوداء إن جيت كذي لهذا إن متقنا الدين تنا إسلام كأد متقنا له أماني إن جيت كاس أو الرب بدن متقنا الدواء كأ جرنا كتاع فائدة ده أنت عسلك إيه متقنا جيت كاس كده أولي هاي مركا هدان دول استغنوا إن وحيابها ما تقنعي قدرها ودواد أوكي يعني هذه ما تقنعي دور قدر عند الإنسان هي قابك سكوا حياته وهو دوك يعني مدى حنونك وهو دوك يعني الكحنونك وهو دوك يعني هرجبك أما درجة وح لو يقان قف بسيط ويقان لف حنونك نرفعه يسنبورك يو سنبورك يكاد معانك أنت ما تقنعي أوكي يعني دوا يو قدرك عليه فربنا marka hadii aan dul istaagno aan qaabka lagu dabooyo waxaan ku bilaabaynaa neefta cudurka neefta dawo ka yahay marka dawada iyada ah iyo qaabku uu yahay iyada ma taqaan aan dul istaagno laakiin mid ogaada anaga Soomaali baan nahay Soomaali ma ka nahayna laba shay isku meel ma galaan sidoo geedkan marka uu dhahwaa dawo ugu geetan ku dawo yahay in dhanka lama taqana uu dhibaato ka galay maxaa ka wadnaa dhibaato hada waxaan ka hadlayaa dhir laakiin si dhirta aan ka hadlayna lafteeda geedkan markii uu leeyahay dawo waxa dhici karta in uu leeyahay shir ee ma taqana ku dhibeeso ama dadka kale oo taana dhibeeso ee uu leeyahay laakiin markastaba waa in aad labadna ka eegtaa adiga كيف في عن ما إن أتشيرت إياه حتى كعرتها بس وح كوفي عن إن عاف ما تشو هذا إن جيت كل رادو إن مها إن حل بدر وأنا كهذا دونا وأنا كهذا لني إن فإذا يم بدن بيرده أو بلادك ما تقنع أولاده هذا أنا دبعت هذا هو سو شيرتا أو ذاك ما تقنع شير بيرده مرك يو دبعت هذا شير هس كعرة اسمه هذا كله إيه مرة وصو شيري ده كام تاني يقص قرناي لكن واحد نوصل تهاي وأباهن تهاي ما دام شيء أباهن تهاي وإن عاد متقنا واستعمالها دواء إن عاد استعمالها متقنا عاد كفوقة ما وشيري يعني مركب هدي عاد وقت كيسين كريم ده أنا حرام قص الله لا نور عن الساعة إلى ما تقنا الشيء إنتو وين هادو ما كده ما تقنا أي هو نقطة واحد متقنا الدواء ده أنا لهري كريم أو أنا فرح كسيب مركب حبة السوداء إذا لفت هذا سداس أو كروي إذا لفت هذا بحيلة هاي ما كان اسمه رسو شير بحيلة هاي أو ضك إيه نفس سنة يعني لكن نفس الشتاء إذا إيه وحكى جها بون إن ترد جوني إيه أطول حيرة تهابين كأي ده حن أستي ما لسه سو حيلة عتك قوي ستر ركال عادي عاد مقالة ده أدو هدي أنا كوبي لو أنا ما كان قاف لو استعمال يوم ما كي رجع لين نفط وحوي وحط سوق هذا قادب وحدو أو مرها حبة السوداء وميد الشيدن يا سوق هذا كوب يرب بيئة يا متقنا كشوي سا وتقول على قصة مقاسة إذا بيئة بيريا كلهين يا تسكو من سا عسكو من سا بيه كلها كلها شبطين قادة حبة السوداء يا تسكو من سا أمي أصير إيه يا جيد سا مرك مرك أجيده أمي أصير إيه يا قليل جودها كاس أصير إيه يا دوين يو عذرك أصير إيه نفط waxaa kala matqanaay asna u dabaka yahay samborka waa soo sheegnay marba samborka in matqanaay iyada lagu dabooyo oo laba dhibic lagu shubayo hadan caawa dul taaganahay iyadoo matqanaay dhibcihii lagu shubayo iyo iyada oo samborka laftiisa la isku uuminayo sidii aad sheegayneen isan waa labid
intaad mataqaanaa ku shubto hal qaado biyo kulul yaa mataqaanaa markay biyihii soo kacaan ood ku shubto yaad mara kor iska saaraysaa waa jiidaysaa marka uu meesha kuu baxayo diif badan io balqanba kaas ku daadanayo maca salaam haddii aada waddo muddo laba isbuuc eh maalkaas isaga eh waad isdaynaysaa maca salaama waa kaa tegay laakiin waa inaad ku dadaashaa labadaas isbuuc aada isticmaasho haddii aad isticmaali weydo dee dhibaata aada isu keena intaad laba beri isticmaasho hadhow aad dhihin ukaash waxaad ii sheegaysay wax ka jira ma laha because maada dhamaysan wixii kugu talagalay waxaa kaloo uu dawo ka yahay isagana hargabka marka hargabka labaan ukala qaadaynaa mar waa markii mataqaanaa qofka uu ka qufacayo maxaha uu qufacayo oo wax kasoo baxa kasoo bixi laayahay marna markuu ka hor leeyahay marka iyada eh marka uu ka hor leeyahay haddii cunaha uu ololayo waa dhibic yar baad ku tirsinaysaa maxaa afka waad laqaysaa cadi cuni mataqaanaa waad ka fiicnaan saasay u badan tahay inta badan laakiin waa inaa haataa xabatu sawda oo saafi ee saliideeda ayaa loo baahan tahay iyada eh haddii miraha iyadana markii qofka uu gudaha uka qufacayo miraha iyaga eh yaa sida haddoo kale malqacad baad qaadan hal malqacad oo yar biyo kulul baad ku shubana bayrayo waad isku huurinaysaa iyada mataqanaay waad kaga caafimaadi marka aada saa aa samayso kadib intaad mataqanaa shaamlaysato yaad biyihii mataqanaa yaad cabaysaa ama shaahad ku darsanaysaa ood ku cabaysaa ama haddii biyo le maxaa dhihi jiray saliideeda oo midda saafida eh yaad laba dhibcood yaad ku shubanaysaa shaah waad cabaysaa waxaa kaloo ay daawo ka yihiin saliiddaas iyada eh egfishinka isagana mataqanaa daawo ayuu ka yahay oo haddii mataqanaa egfishinka isagana mataqanaa aad ku darsad shaaha waa isdaynaysaa isagana mataqanaa daawo ayuu ka yahay marka waxyaabaha uu dawada ka yahay yaa waxaa ka mid oo dhakhaatiirta qaar ay sheegeen cudurka la yidhahda macaanka macaanka isagana daawo ka yahayo waa in saliiddeedaas qofka uu isticmaalo galab iyo habeen mid kasta laba dhibic laba dhibic sokortiisana uu la socdo meesha ay marayso mar waliba marxalada ay taagan tahay inuu la socdo yaa aada mataqaanaa ku habboon markaa iyada eh qofka isaga eh haddii ilaahay uu tala saarto ilaahay waa ku daweynayaa geedkan isaga geed dawadiisa aad ay wanaagsan tahay weeye waa diinteena lagu xusay oo mataqaanaa karaamo badan ku leh weeye oo la wada ogyahay dawadiisa marka cuduradaas oo dhan aan soo sheegnay iyo kuwo kaloon hadda aanan sheegin intoo mataqaanaa daawo ka yahay maxaa meesha kuu yaala waa in aada doonataa saafi mid ah saafi mid maxaa ka wadnaa saliideeda weeye middan kale ee budada iyada waa la heli karaa oo meel kasta mataqaanaa way taallaa laakiin midda saafida ee mataqaanaa saliidda taas inkastoo hadda annaga ilaahay noo barakeeyo nairobi ee kusoo badatay oo meel kastaba lagu shiidayo adoo taagan intii lagu shiido mataqaanaa aada qaadanayso oo mataqaanaa xataa lacag yar lagaa gadayo xataa waxaad soo baxday in saliidii masaradaheed ood arkaysiin mataqaanaa saliid cadday lagu dari jiray waxaa la sheegi jiray in hadda adoo taagan lagu shiidi aad qaadanayso marka nimcooyinkaasuu ilaahay na siiyey geedahan annaga mataqaanaa noo baxayo iyo ilaahay mataqaanaa nagu gallado na siiyey inkastoo xabad sawda aysan noo bixin oo laakiin ay ka baxda waddanka dariska anahay ee ethoobiya haddii aad seerkeeda ama aada qaadato muxuu ahaa miraheeda waad awuran kartaa waa dhici kartaa in mataqaanaa gobollada maxaa waddanka gobolladiisa qeybo ka mid ah in mataqaanaa ay ka baxdo waa dhici kartaa waana geed dawadiis ay aada u badan tahay oo qof kasta oo isticmaalana uu mataqaanaa uu u aayi oo uu dhihiyo allaylahay daawo badan baa iga maqnayd marka waxaan filayaa in daawadaas iyada eh say tahay aada u isticmaali doontaa laakiin haddii daawada intaad ka isticmaasho maalin laba maalin aad dayn doonto walaale fadda ha isku dhugoynin waxa ku tarimayso waa in daawada say tahay aada u qaadato hadda ka hor waxaan xustaa dhaktarba uu samayn jiray isbitaal buu ahaa markaasa dadka buu u qori jiray daawo marka kaniinkii qofka dooskiisa marka uu ahaa 15 wuxuu siin jiray 30 waa la weydiiy waxaa lahay dhaktar maxaad ka wadaa qofkan asaga mataqaanaayo dawadan asaga muusan lahayn because isaga 15 buu lahaa wuxuu yihi dhaqanka soomaalida aqaanaayo way un kala baraa hadday kala baraan waa intii loogu talagalay maca salaam xanuunka duka bogsaday buu ka boodayaa marka xanuunka laakiin ma daban ku in waa un waxbaha waa caafimaadka soo bilowday kadib waa joojisay marka dawooyinka sida nagu talagalay aan u isticmaalno waxaan aan ka hadlayno waa cilmi baaris la sameeyey iyo tijaabo dad lagu sameeyey weeye marka haddii aad qaada waddadii lagu talagalay way fiican tahay haddii aad qaadi weyday laakiin hadhow wixii ka imaado korkaada weeye annaga korkaa naga maahan k
كل واحد فيري أنا بقيسه ببني وأنا بحنا هاي متقنا إن برا لكن ده كي متقنا قادمها وإذيك هي أنا جا مركن إن شاء الله إلهي مو أفعو دواء ذن إلهي هنا تصل إن شاء الله أنت براش ميدا من كل منه وأنا وعكاش هذا الناس أسئلة قلبي.